بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفايا طب البديل وتفسير الأحلام. بإذن الله تعالى اليوم سوف أتكلم عن شيء مخفي وغائب عن الجميع، أغلب الناس ما بتعرفهاش، بينما هو يكون مفتاح الصحة والشفاء والعمر المديد، اللي هو قلوية جسم الإنسان. إذا مش عارف أنت أن قلوية جسم الإنسان هي اللي بتتحكم فيه نوعية، يعني إذا كان الجسم الخاص بك قلوي بشكل مطلوب أو بالشكل الأمثل، فأنت محصن ضد الأمراض اللي هي المزمنة، مثلا ضغط، السكري، الأمراض هذه اللي من نوع هذا، طبعا نقرس، الهشاشة العظام إلى غير ذلك. أيضا الأمراض الثانية والأوبئة اللي ممكن بتصيب جسم الإنسان، أيضا جسمك بيكون محصن بشكل كبير للغاية ضد أي فيروس وضد أي ميكروب ممكن يدخل ويتسلل إلى جسم الإنسان. أيضا اللي مش عارفينه أن قلوية جسم الإنسان هي اللي بتلعب على ظهور مظاهر الشيخوخة، يعني متى ما كان الجسم الخاص بك قلويته في الشكل الأمثل الخاص بها، فممكن أنك أنت تعيش حتى، نعم هذا الرقم قد يبدو صادم شوية وقد يبدو غريب شوية، ولكن ممكن أنك أنت تعيش حتى 120 سنة وال 140 سنة وال 160 سنة بدون أي أمراض مزمنة، والشكل حتى الشكل الخاص بك ما بيكونش يظهر عليه هذا النوع يعني من الشيخوخة. لو فاكرين أنتم في الشعب الهونزا اللي سبق أنا وشرحته في حلقة سابقة، الناس اللي بتعيش 170 سنة و180 سنة، والنساء بتحمل في سن 70 و80، وفي أبحاث أخرى ألمانية درست أنا عن هذا الشعب إنهم شافوا حالات النساء بتحمل فيها في سن 90. المهم الآن سوف أتكلم عن قلوية هذا السر. هو ما هو السر هذا الشعب؟ الكثير جدا بيعرفش، إذا ما شفتش أنت هذه الحلقة بتجدها اللي هي بتظهر الآن هنا، يمكن أنك تشوف الحلقة بالكامل. السر الخاص به ذلك الشعب ان هم المياه اللي بيشربوها، بالاضافه طبعا للاكل الصحي الغذائي، الماء اللي بيشربوه اللي هو لما تجي تقارنه بتجده هو نفس ماء زمزم. من ناحيه ماذا؟ من ناحيه القلويه، المياه بتعتبر اللي خارجه في تلك المنطقه، يعني العيون اللي بتصب فيها الاحجار اللي الاسفل مغناطيسيه مثلها مثل ماء زمزم بالتحديد. فبيخرج الماء اللي هو ماء قلوي وماء ممغنط، فبالتالي بتكون فيه قدرة شفائية غير عادية. وعلى فكرة كل ما كان الجسم قلوي كل ما كان ممنوع منعا باتا أن ينشأ فيه أي نوع من أنواع السرطانات. أيضا حتى الناس اللي عندها مشاكل العقم أو اللي هو حتى حالات الصفر، نحن نتكلم حتى على حالات اللي هي الصفر يعني الحيوانات المنوية، ممكن أن هم يعالجوا نفسهم عن طريق قلوية المياه والماء الممغنط كما سبق وشرحت في حلقة سابقة اللي هي حلقة الماء الممغنط أو ماء البندول أيضا اللي بتظهر لك الآن من هنا. المهم الآن سوف أتكلم عن كيف يمكن أنك أنت تصل إلى القلوية. أولا احتمال مش فاهم إلى غاية الآن ما هي القلوية. القلوية اللي هو جسم الإنسان الوسط الخاص فيه، يعني الدم والجسم بشكل عام فيه شيء حمضي، يعني الوسط بيكون يا إما حمضي يا إما قلوي يا إما متعادل. ما هو طبعا الدرجة هذه القلوية أو الحمضية؟ ما هي؟ هي معدل البي اتش الهيدروجين داخل جسم الإنسان. لما بيكون هو البي اتش هذا او الهيدروجين او الحمضيه والقلويه بنرمز لها من الرقم 0 الى الرقم 14. لما بيكون 0 بيكون شديد الحموضه، لما بيكون في الرقم 14 المؤشر يعني بيكون الجسم اللي هو شديد القلويه. الجسم الانسان الطبيعي بيكون المعدل الخاص فيه ما بين 7.3 الى 7.4، هذا هو التوازن، او بيكون الجسم هكذا معتدل ويميل للقلويه. الآن سوف أتكلم عن الأشياء اللي ممكن تحول جسم الإنسان إلى وسط حامض، بيكون فيه بيئة خصبة للفيروسات، بيئة خصبة للميكروبات، بيئة خصبة لظهور الأمراض المزمنة، الضغط، السكري، ارتفاع الكوليسترول، اللي هي جميع الأمراض اللي ممكن تخطر في بالك السبب الخاص بها هو حموضة الدم وحموضة جسم الإنسان.
لأن الوسط هذا بيكون بيئة خصبة لظهور السرطانات وظهور الأوبئة والأمراض وظهور أي خلل وعلة، كما قلنا مظاهر الشيخوخة المبكرة والشيب المبكر أو التجاعيد أو اللي هي فقدان حاسة السمع، أيضا ضعف البصر، كل هذا متوقف على درجة حموضة جسم الإنسان. بينما الجسم القلوي ابتدى أنه هو يعيش فترات طويلة للغاية، على الأقل في الوطن العربي، لأن الماء اللي عندنا ما هوش ماء قلوي، ما هوش ماء ممغنط، بيعيش مثلا حتى إلى غاية 80 90 حتى إلى 95، وبتجد بدون أي أمراض مزمنة. أنا اليوم في حلقة اليوم سوف أريك الطريقة اللي ممكن أنت تغير فيها. أول حاجة الماء اللي أنت بتشربه بتجعله ماء قلوي، زائد سوف أعطيك كيف أنت ممكن ترجع الجسد الخاص بيك إلى البيئة القلوية المعتدلة. الآن سوف أكلمك بس على الأسباب اللي بتحول جسمك إلى جسم حمضي. الأسباب هي أول شيء السكر. أول شيء السكر. ثاني شيء اللي هو المشروبات الغازية، أكثر شيء يعني يجب الإنسان أنه يحذر منه. ثالث شيء اللي هو الهامبرجر. ثالث شيء اللي هي الأشياء اللي بعد يعني الوجبات السريعة بشكل كامل، هذه اللي بتأخذ من المقاهي ومن المطاعم. اللي هي الشيء اللي بعده اللي هو الأجبان. أيضا التدخين، الكحول، القهوة، الشوكولاتة، الآيس كريم، كل هذه الوجبات اللي من النوع هذا بتكون بتجعل الجسم حمضي. أيضا الطبخ بالزيوت المهدرجة اللي بتحتوي على الأوميجا 6 أو الأوميجا 6 اللي سبق وتكلمت عليها، اللي هو الزيت العادي هذا اللي بنشتروه من السوبر ماركت ونطبخ به، أيضا بيحول وسط الجسم إلى وسط حامضي، فيستحسن أنك أنت تأخذ أو تطبخ به زيت الزيتون. الآن سوف أتكلم عن الأشياء اللي ممكن أو الأعراض اللي بتظهر في حال كان جسمك، انت كيف تعرف جسمك اذا كان حمضي او لا. هو اغلبنا في الوطن العربي يعني اكثر من 90% جميع الناس العاديه يعني الجسم الخاص بها بيميل الى الحموضه. المهم الاعراض: صداع، احيانا التهابات في الجسم بشكل عام، سواء كان التهابات في المفاصل او التهابات في الجهاز العصبي بينتج عنها، اللي هو مثلا الاكتئاب والقلق والأرق، واللي هو خفقان، أحيانا في كثير جدا من الأحيان تجد هناك خفقان كبير جدا في الجسم، أيضا إسهال دائم. ثاني شيء اللي هو أريد أني أنا أتكلم عليه، أنه هو السبب الرئيسي في هشاشة العظام باستثناء اللي هو أو مع السبب الثاني اللي هو الخلل الهرموني، كما سبق أنا وشرحت في حلقة أيضا بتظهر لك هنا. السبب هذا هو سبب حموضة الدم. لما حموضة الدم بيكون حمضي، الجسم ماذا بيعمل لكي يسترجع القلوية الخاصة فيه؟ بيقوم بسحب المعادن اللي هي البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، بيقوم بسحبهم من العظام وبيقوم بسحبهم من الأسنان وبيطرحهم في الدم لكي يقوم بمعادلة هذا الوسط، لكي يحاول إنه هو يرجع لي الوضع الطبيعي. إذا عرفت أنت السبب الخاص بهشاشة العظام وأيضا لين الأسنان وتسوس الأسنان ونخر العظام، أراه السبب هو المسألة هذه، بالإضافة إلى الخلل الهرموني اللي سبق أنا وقمت بشرحه. أيضا بعض التشنجات العصبية في أي مكان في الجسم، مثلا في الوجه أو في اليد أو في ألم أيضا في الصدر أحيانا. المهم هذه كلها علامات، أيضا كما أن ظهور السرطان على فكرة بشكل مباشر مرتبط بحموضة الدم، لأن الخلية السرطانية تستخدم السكر الموجود أصلا بكثرة في الوسط الحامضي لكي ينمو وينتشر. سوف أعطيك أنا الطريقة السليمة السريعة جدا اللي ممكن تترجع بها قلوية جسم الإنسان وترجع بها هذه المواد اللي جسمك فقدها، سواء كان في العظام أو في الأسنان. نبدأ على بركة الله مباشرة وسريعا. أولا أي شيء، شوف أي شيء من الخضروات لونه أخضر، أعرف أنه هو مباشرة مليء بالكلوروفيل اللي وظيفته أنه هو يقلب الوسط الحمضي إلى قاعدي. ثاني شيء شرب الماء بكثرة ضروري للغاية. ثالث شيء اللي هو الفجل والشمندر، أيضا مهمات للغاية. الآن نأتي للعصائر اللي أنت ممكن تأخذ كأسة واحدة منها أو كأستين على راحتك، على حسب مقدرتك وعلى حسب الأشياء اللي توفر لديك، وما تخافش أشياء جميعها يعني الله سبحانه وتعالى جعل أرخص شيء في أكثر شيء فائدة، اللي هو البقدونس والكرفس. يا أما يوميا بتأخذ كأستين من البقدونس أو كأستين من الكرفس، أنا شخصيا أفضل الكرفس أفضل. لماذا؟ لأن أصلا السر في مسألة قلب الجسم من
اللي هو وسط حمضي إلى قاعدي هو في المغنيسيوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم. المغنيسيوم والبوتاسيوم إيه في أي شيء موجودات فيه، بتجد أنه هو أول ما بيدخل جسم الإنسان بيقلب الوسط من حمضي إلى قاعدي. أكثر شيء موجود فيه اللي هو البوتاسيوم والمغنيسيوم هو الكرفس، أيضا السبانخ مهمة للغاية، أيضا الفلفل الأحمر الحار هذا ممتاز جدا في مسألة اللي هي قلوية جسم الإنسان. أيضا الليمون بالرغم من أنه هو حامض إلا أنه هو مجرد ما يدخل جسم الإنسان بيتفاعل اللي هو بيتفاعل حامض الستريك مع الجسم، فبالتالي بيعمل على قلب قلوي الحموضة إلى قلوية. كما أن من الأشياء الثانية الجبارة في مسألة قلب حموضة الجسم إلى قلوية، واللي مثلا أنا شخصيا لو تسألني ماذا أستخدم في مثلا هذا الأمر، أنا شخصيا أستخدم الزعتر فقط. كل ما عليك اللي هو ملعقتين من الزعتر، بتخلي ماء يغلي وبتحط ملعقتين وبتخليه 5 دقائق 6 دقائق، هو مغطي، بعد ذلك تقفل عليه الغاز وبتخليه إلى أن يبرد لوحده، بعد ذلك تقوم بشربه. أيضا الأرقطيون مهم للغاية في هذا الأمر اللي هو الجذور الخاصة به. أيضا الجرجير مهم جدا لأنه بيحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والمنغنيز، كثير جدا من الأشياء الثانية. أيضا الخوخ، الأفوكادو، الخيار أيضا مهم للغاية، المشمش أيضا المشمش، الخوخ. الآن تقريبا خلصت باستثناء اللي هي مازال الوصفة الأخيرة. مثلا أنت اخترت أي شيء، مثلا اخترت أنك أنت تأخذ عصير الكرفس أو عصير الزعتر أو عصير البقدونس، هذه أسهل شيء وهي أرخص أشياء وهي الفعالة للغاية. مثلا بتأخذ كاستين في اليوم. الآن سوف أعلمك كيف أنك أنت ممكن تحصل على الماء القلوي. الماء القلوي ليه طريقتين، اللي هو الماء السحري اللي بيعطيك اللي هو ما يسمى ب مثلا أنا شخصيا أشبه بحكايات كان مكان اللي هي ما يسمى بماء الشباب أو ينبوع الشباب اللي بيخليك شباب دائما وأبدا. هذا فيه ليه طريقتين. طبعا افترض انك انت مش راح تحصل تشرب يوميا ماء زمزم، او مش راح تحصل يوميا تساكن مع شعب الهونزا لكي تستطيع انك تشرب هذا الماء. هذا الماء كيف ممكن انت تحصل عليه؟ عن طريق شيء بسيط للغاية. شايف الجرة الطينية هديك، بس بتعباها انت بالمياه وبتخلها، اللي هي المياه هذه اللي بتكون بتشرب انت من الجرة او من الزير، هذه بتقلب قلوية المياه من مياه عادية إلى مياه قلوية، بتكون فيها هذيك الطاقة القادرة على نقل الأكسجين وتجديد الخلايا. أيضا في طريقة ثانية أنك أنت بتضع اللي هي مثلا في الجرة هذه بتضع قطع من ثوم، لكن قطع من الليمون، ليس الثوم، الليمون الأخضر اللي بيكون مليء بالسترات. لكن هذا بتأخذ ليمونة بتغسلها جيدا جيدا بليفة أو شيء من هذا القبيل اللي هو حتى القشر الخاص بها، بعد ذلك بتقشرها بالكامل ليمونة، عدد ليمونة واحدة بالقشر الخاص بها، وبتحطها في هذه الجرة مع قطعة صغيرة من الخيار ليلا، وطبعا الماء يجب أنه يكون ساخن، وفي الصباح بتشربها، لكن ما تشربهاش كثيرا. هذه بالنسبة لوصفة الليمون، أو ممكن تنزع الليمون وتخلي بس الخيار، لأن الليمون إذا أكثرت منه كثيرا جدا دائما وأبدا نعرف أنه هو بيضر الأسنان بالرغم من الفوائد الخاصة به كثيرة جدا. فيه عشبة تانية اللي هي يمكن هي تغنيك عن كل هذا. مثلا بتاخذ الكرفس وبتضع الماء مثلا في الجرة فقط بدون تضع الليمون او الخيار، وفي عشبة تانية اللي هي بتمنح الجسم القلوية الخاصة به بشكل لا يمكن تخيله، اللي هي عشبة الهندباء. هذه عشبة غير عادية، اما انت ما تعرفهاش فقط اذهب للعطار اكتب الهندباء بيعطيك لها، مجرد عيدان هكذا بتغلي الماء وبتضع ملعقة او اثنين اللي هو كأس ونصف كأسين من الماء، ملعقتين مثلا لكل كأس من الماء، ملعقتين هي بتأتيك مثل عيدان هكذا، بتخليها إلى أن تطبخ فترة مثلا تاع 7 دقائق 8 دقائق، بتجد لون الماء تحول مثل لون الشاي، بتغطاها وبتخليها طبعا إلى أن تبرد وبتشربها. هذه بتعمل على أن هي تمنح الجسم القلوية والقدرة، وبتعمل على تجديد الخلايا بشكل تام، وبتمنح التبادل الخلوي اللي هو تبادل الأكسجين بين الخلايا بشكل سليم. على فكرة هذه الطريقة بتعالج أمراض، شوف أنت يعني بتعالج أمراض الضغط، أمراض السكري، أمراض الغدة الدرقية، كثير جدا من الأمراض اللي هي طريقة قلب قلوية الجسم هذه لا يمكن تخيل الفوائد الخاصة بها. أيضا حالات العقم حتى الحالات الصفر فهي مفيدة جدا جدا، لكن بشرط أنك أنت تضع المغناطيس أعلى وأسفل الجرة كما سبق وشرحت في حلقة اللي هي ماء البندول. المهم كان هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل أريحية. سوف أضع ليك طبعا فوائد اللي هي قلوية الجسم أسفل هذا الفيديو في عدة مواقع وعدة مصادر، يمكن انك انت تزيد تراجعها. السلام عليكم ورحمة الله.